من إنفلاك تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. كارثة طبيعية جرت في قطاع غزة قبل ساعات قليلة، عملية طوفان في مياه المجاري أدت إلى مقتل 6 فلسطينيين وكذلك إصابة العشرات الآخرون. إسرائيل اقترحت تقديم المساعدة إلى الفلسطينيين، لكن الفلسطينيون يوجهون أصابع الاتهام إلى إسرائيل بأنها أجرت مشروع المياه الجارية في المناطق الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة. أما بما يتعلق بالقضية الإيرانية البريطانية، فبعد اختطاف الجنود البريطانيين توني بلير قد صرح البارحة بأنه يريد إعادة الجنود، وطلب من إيران العمليات السلمية وإعادة الجنود إلى أهاليهم وإلى بيتهم. البارحة محاولة أخرى من أجل صاروخ الحيتس كانت محاولة ناجحة بالنسبة للإسرائيليون. هذه المحاولة جاءت لا لتفحص النظام لصاروخ الحيتس بل لترى التقنيات الأخيرة في هذه المحاولة. وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليسا رايس تتواجد في منطقة الشرق الأوسط، التقت بوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وبرئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن. كونديليسا رايس جاءت إلى منطقة الشرق الأوسط لتسويق المبادرة العربية ولوضع مشروع المحادثات ما بين الفلسطينيون والإسرائيليون. خالد مشعل هذه المرة يصرح بأنه سوف يفاجئ العالم وبالأخص سوف يفاجئ الإسرائيليون، وهو يريد على ما يبدو انتفاضة أخرى في المناطق الفلسطينية من أجل الأقصى ومن أجل الشعب الفلسطيني بأكمله. فصل الربيع قد ابتدأ في إسرائيل، لكن الطقس والحالة الجوية ما زالت صعبة، القليل من الأمطار. ويجب الذكر أن هذه الفترة هي قبيل عيد الفصح بالنسبة للشعب اليهودي وللإسرائيليون بشكل خاص، ويتمنون طقس جيد بالنسبة للعيد. تقرير من إنفو لايف تي في حول زيارة كونديليسا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية إلى إسرائيل وإلى المناطق الفلسطينية. أيضا تقرير بما يتعلق بعيد الفصح والتحضيرات والاحتفالات في هذا العيد. من إنفو لايف تي في كان معكم فراس حامد. infolive.tv المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت والتي تبث بأربع لغات مباشرة من القدس. لسماع أخبار مباشرة من إسرائيل والشرق الأوسط، infolive tv تتواجد في قلب الحدث وفي قلب التاريخ وفي قلب إسرائيل. infolive.tv